الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بكم معنا النهاردة في فيديو جديد هنتعرف فيها على زراعة نبات اللفت. اللفت من نباتات الخضر الجذرية اللي بتؤكل جذوره بعد التخليل أو تؤكل أوراقه بعد الحشو. الجذر غني جدا بفيتامين جيم، أما الأوراق فهي غنية بالحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والريبوفلافين وكمان النياسين. النبات محصول شتوي، بيزرع في شهر أغسطس إلى منتصف نوفمبر. في منه أصناف محلية في مصر أو لفت بلدي، وفي أصناف أجنبية زي صنف هوايت ميلا. النبات بيحتاج لجو منخفض الحرارة، يعني هو محصول شتوي. لو أنا زرعته متأخر الجذور ما بتتحملش الحرارة المرتفعة، وبتبقى طعمها متليفة ورديء وطعمه مر، إنما بيتجه إلى التزهير وتكوين التقاوي. طبعا أنا لما بزرعه الفدان بيحتاج من حوالي 4 لـ6 كيلو جرام من التقاوي لو أنا هزرعه نسل. لو أنا هزرعه على سطور بتنخفض الكمية إلى النصف، من 2 إلى 3 كيلو جرام من البذرة. اهم حاجة ان انا اهتم بيه في التسميد وفي الري، ما يوصلهوش للعطش عشان ما يدينيش جذور متليفة او يتجه النبات للتزهير اذا حدث عنده العطش. بياخد كده فترة نمو جيدة قصيرة من حوالي من 6 إلى 8 أسابيع، وابتدي اجمع اللفت للاستخدام والاستهلاك. هنشوف كمان النبات لما يظهر بيبقى شكله ايه ويدينا البذور والتقاوي. ده نبات لفت وصل لمرحلة التزهير، الزهرة لونها أصفر صليبية الشكل، تكون البتلة من 4 وريقات. هو بيتبع نباتات العائلة الصليبية زي القرنبيط والكرنب والفجل والجرجير، وبعد كده بيبتدي تعقد الأزهار وتكون قرون أو ثمار داخلها البذور. ده شكل النبات بعد التزهير. دي نورة نبات اللفت، الثمار والقرون بعد تمام النضج والجفاف وصلاحيتها لإنتاج البذور كتقاوي. شايفين القرن رفيع ازاي؟ أنا لو قارنته بالفجل هو جنبه هشوف حجم الأرض مختلف جدا. ده نوع تاني من نباتات الخضر اللي احنا هنستخرج منه البذور كتقاوي، وهو نورة نبات اللفت. بتكون قرون ممتلئة بالبذور وبتركها لغاية النضج النهائي عشان يكتمل نمو الجنين داخل البذرة. بعد كده أبتدي أستخرج منها البذور وأحتفظ برضو بيها في أكياس ورقية أو في علب من الصفيح أو أكياس من القماش، بعيدا عن الرطوبة وبخار المية لحين استخدامها. ده شكل بذور اللفت.